عندنا أعمال أخرى كثيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ده يوم الجمعة ومشل ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها. يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا. عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها. كل خطوة رايح وراجع. لو المسجد مثلا بعيد شوف أنت تمشي كم خطوة، يعني 1000 خطوة 2000 خطوة، ها 3000 خطوة. ما في ناس بيأتوا من أماكن بعيدة لما عرفوا ثواب هذا الحديث لا يذهبون إلى المساجد أبدا إلا وهم يمشون، إلا إذا كان المسجد بعيد أو في مكان آخر في بلد أخرى ده موضوع تاني. يبقى كل خطوة يرفع رجل يحط رجله على الأرض سنة صيام وقيام، رجله الثانية سنة صيام وقيام، ويفضل ماشي رجل 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 سنة صيام وقيام. وده يوم الجمعة، ده عمل واحد أهو. وخذ بقى دوالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ الحديث الجميل ده بحبه من زمان قوي، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة خطاها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. لكن إحنا مرة زمان فضل الله عز وجل أن ننفذ الحديث ده وخرجنا من المعتمدية إلى الشيخ أسامة عبد العظيم في البساتين في الإمام الشافعي، ماشي الحد هناك علشان بس الخطوات دي، كل خطوة بسنة سبحان الله العظيم. ده الخطوات دي ماشي تجيب لها أكثر من 2000 خطوة ولا 10000 خطوة. فاعملها مرة انك تمشي للمسجد بس اعمل كلها على بعض، غسل واغتسل. قيل غسل يعني جعل زوجته تغتسل واغتسل هو بنفسه، او غسل رأسه وغسل جسمه واغتسل غسل الجمعة كغسله من الجنابة. بكر وابتكر راح بدري من بعد الفجر. خرج ابن مسعود مرة الى المسجد فوجد 3 سبقوه فبكى وقال وما رابع 4 عن ربه ببعيد، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من ربهم يوم القيامة كمجلسهم من الإمام يوم الجمعة. القريب يبقى قريب والبعيد يبقى بعيد. في ناس النهارده تدخل تقعد جنب الباب عشان اول ما يخلص يخرج بسرعه من الزحمه. قرب يا عم الحاج. من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغوا، لازم تعملهم كلهم، كان له بكل خطوه خطاها عمل سنه صيامها وقيامها.